الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وقد انتهينا من بيان الصفات السابقة، ولكن هناك بعض الكلمات للإمام مكي رحمة الله عليه هامة. قال الإمام مكي في باب الهمس والجهر، وإنما لقب في الهمس، وإنما لقب هذا المعنى بالهمس لأن الهمس هو الحس، هو الحس الخفي، الحس الخفي، واحد بيهمس، والكلام ده سبق قلناه، الحس الخفي الضعيف، فلما كانت ضعيفة لقب بذلك. قال الله جل ذكره فلا تسمع إلا همسا، قيل هو حس الأقدام، فلا تسمع إلا همسا قيل هو حس الأقدام. وقال الإمام مكي في الجهر، وإنما لقب هذا المعنى بالجهر لأن الجهر الصوت الشديد القوي، فلما كانت في خروجها كذلك لقب به لأن الصوت يجهر بها لقوتها. وقال رحمة الله عليه أي الإمام مكي، احنا بنمر سريع الكلام ده خدناه، وقال في التجربة، خلي بالكوا احنا قبل كده واخدين التجارب، ان احنا اي حرف اردت ان تعرف مخرجه بتدخل عليه ايه، نقول أقأت. الشيخ في باب الصفات يريد ان يوصل مفهوم الصفة في التجربة للرخاوة والشدة، قال ألا ترى انك تقول في الحروف الشديدة ألج ألد، يقصد حروف الايه، الحرف ايه هنا، الجيم والدال، خد بالك، ألج ألد ألج ألد، فلا يجري النفس مع الجيم والدال وكذلك أخواتها. وبعدين أنا قلت لكم أن احنا نحط إيه، تحط إيدك هتظهر لك الإيه، أد، مفيش نفس، أف أف هتلاقي فيه نفس، اللي إيه، فحثه شخص إيه، شخص سكت. طيب ثم قال رحمة الله عليه فلما اشتد الحرف يعني في موضعه امتنع الصوت ان يجري معه، سمي حرفا ايه، شديدا. وفاكرين احنا قلنا الايه، الهمس جريان الايه، طيب والتانية اللي ضد الهمس، ضد الهمس الايه، الجهر. طيب الشدة ضدها الايه، الرخاوة، ايه هي، جريان الصوت، الصوت بيبقى بياخد مسافة معاك، خلاص. ثم قال رحمة الله عليه
اللي هو في الايه؟ نعم، اشتد في موضعه. لا، احنا في الايه؟ في صفة الجيم. وكذلك أخواتها، فلما اشتد في موضعه امتنع الصوت أن يجري معه، سمي حرفا شديدا لمنع إيه؟ الصوت. وقال في الرخاوة: ألا ترى أنك تقول. عايزين ناخد كلام، ما هو إيه بركة العلم نسبته إلى إيه؟ إلى أهله. وبعدين حتى يكفي أن احنا بنقول إيه؟ رحمة الله عليه. إنما حنيجي واخدين الكلام وناخدها ونسرقها ونقول التجربة كذا، ده هم اللي عملوا لنا الكلام ده. فر من لب، أبص لقي إيه؟ كلمة فر من لب، ده معناها ما عملهاش ابن الجزري، ولا عملها ده، ولا عملها مكي كمان. ده مكي قال: وقال بعضهم فر من لب، يبقى واخدها إيه؟ من غيري، يبقى بتأصل الإيه؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: ألا ترى في الرخاوة بقى، ألا ترى أنك تقول ألس ألش ألس ألش، فيجري النفس والصوت معهما، وكذلك أخواتهما بخلاف الإيه؟ الحروف الشديدة، بخلاف الحروف الشديدة. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى في الإطباق. قال الناظم، طبعا احنا خدوا بالكم: وبين رخو والشديد لنعمر يغلق القوس، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. نمشي برضو بطريقة الايه؟ تافيل الاقواس يا احبة، هتساعد دي لو معاك المتن. غلق اقفل الاقواس، ها. وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. طبعا انا بقولها بطريقه على اساس ان انما ايه؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقه، ها، وفر من لب الحروف المذلقه. لو عايز تقراها وتلحنها لنفسك كده، ما هو برضه من باب من بحر الايه؟ الرجز. هي زي تفعيله ايه؟ للنون ان تسكن وللتنوين، اهو برضه هنا، وبرضه هناك الطيبه. قال ظاهر الامام ابن الجزري كان ميال لبحر الرجز، ده ألف الطيبة في القراءات العشر برضو واخدها على بحر الايه؟ الرجز. تساءلون الخف كوف وجرورا، لارحام فوق واحدة الرفع ثارا، لخرى مادا واقصر في عنده. قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. كله من بحر الايه؟ من بحر الرجز. فايه؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. يبقى ايه؟ اغلق قوسين على ايه؟ وصاد ضاد، زي ما انا قرأتها كده، الاول بدون تنوين والتاني بتنوين والتالت بدون تنوين. ايه؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، ما عدا عن كده هيتكسر البيت معاك. لو هقول وصاد ضاد طاء ضاء اتخربت الدنيا. والكلام ده هيشير اليه الامام زكريا الانصاري الان. طيب، كلام الشيخ الأزهري، الشيخ خالد الأزهري. قال الشيخ خالد رحمة الله عليه: حروف الإطباق، وهي ضد المنفتحة، إطباق انفتاح، إطباق انفتاح، وهي ضد المنفتحة، وهي من حروف الاستعلاء، الصاد والضاد. احنا عندنا وسبع علو خص ضغط، وهي من حروف الاستعلاء. وزعم بعضهم، الشيخ يقول: وزعم بعضهم ان الاستعلاء يستلزم الاطباق، والحق ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا، لانه يلزم من الاطباق الاستعلاء ولا العكس. كل مطبق وليس كل مستعل، مش كده ولا ايه؟ ما احنا عندنا ايه؟ الغين، وايه تاني؟ هو انا كله. والصاد دي من حروف الايه؟ من اللي هي ايه؟ خص ضغط قض. نعم. وبيان ذلك انك اذا نطقت بالصاد واخواتها
استعلى اللسان وانطبق الحنك على وسط اللسان. طبعا الكلام بتاع الشيخ خدوا بالكم، استعلى اللسان وانطبق الحنك على وسط اللسان، وسط اللسان وادي الحنك اهو، التجويف ده. بس هو الكلام ده مش انطبق الحنك، ده انطبق اللسان، لان انا عندي الفك العلوي ده يعني هو اللي بينزل ولا احنا اللي بنطلع له؟ الجزء ده ثابت، هتطلع ترفع الاضراس ترفع اللسان، الجزء العلوي ايه؟ ثابت. يبقى كلام الشيخ هنا مفهوم يعني، وانطبق يعني الطبق اللسان، وانطبق الحنك على وسط اللسان. واذا نطقت بالخاء والغين والقاف استعلى اقصى اللسان. وانظروا الى هذه المؤشرات، استعلى اقصى اللسان، اذا نطقت بالايه؟ بالخاء والغين والقاف، اق اق. طب ما فيش اهو، خدوا بالكم انا دايس على لسانه اهو، اق اخ اغ، دايس على اللسان، بس في استعلاء، فيه ايه؟ استعلاء. يبقى ايه اللي استعلى؟ مؤخرة اللسان. ودي شرحتها مرارا وتكرارا، لاني ان خلي بالك هتتعرض لهذا السؤال، ليس كل ما ارتفع فيه اللسان مستعلن. فاهمين معايا؟ انا بقول اد ات اي، ما بيرتفع اللسان اهو، هل ده يسمى حرف استعلاء؟ الاستعلاء استعلاء مؤخرة اللسان. وطبعا انا عملت التجربة اكتر من مرة، واحنا اللي هي تجربة الايه؟ لا مش الهمس، القلم، تدخل قلم بس تنتبه احسن ايه يخرم لك البتاعة دي، دخل قلم للاخر اخر اللسان وانطق الحروف اللي هي لا علاقة لها باللسان، الغين والايه والخاء، اغ اغ اخ، ده مطلوب استعلاء. طب فين الاستعلاء؟ قال لك الاستعلاء مؤخرة الايه؟ الشيخ برضو اشار اليها، قال وإذا نطقت بالخاء والغين والقاف استعلى أقصى اللسان إلى الحنك من غير إطباق، من غير إيه؟ إطباق. يبقى ده مستعلن غير مطبق، وفي إيه؟ مستعلن مطبق. نعم. وإنما سميت مطبقة لانطباق طائفة من اللسان بها على غار الحنك الأعلى. الغار ده، الجزء ده اللي لما نمشي كده اصبعنا يطلع مطب كده لفوق، التجويف ده، غار الحنك الاعلى. ده كلام مين؟ كلام الامام الازهري رحمة الله عليه. الشيخ زكريا الانصاري قال وصاد ضاد طاء ضاء بترك تنوين الاول والثالث للوزن. انتبهوا، وصاد ضاد طاء ضاء بترك تنوين الايه؟ الاول والثالث، يعني نون الغير. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، شوف بقى شكلها حلو، انما هاتها غير كده هتبقى مش هتتكسر معاك البيت خالص، لو انت بقى ضليع في العروض هتيجي ايه تقطع الابيات، مش هتتقطع معاك، هتطلع حتة واحدة. طيب قال للوزن، وضاء أربعتها مطبقة بفتح الباء وكسرها، معلومة جديدة، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة مطبقة مطبقة. ده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، شيخ الجامع الأزهر، شيخ الجامع الأزهر، وأستاذ القراءات وأستاذ الفقه، واللي يقرأ في سيرة هذا الرجل
يجد العجب العجاب. نعم، بفتح الباء وكسرها اللي هي في مطبقة، مطبى مطبي، مطبقة مطبقة. نعم، والمنفتحة صاد ضاد طاء ظاء، هيبقى المنفتح كام؟ هيتبقى كام دول؟ ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، هيتبقى كام العدد؟ ما هو لا ناخد العد 29، هيبقى الباقي 25. قال فالمنفتحة 25 حرفا وهي ما عدا هذه الأربعة، والانطباق لغة. طبعا احنا بنستفاد من شرح الشيخ الأنصاري بيديك لغة واصطلاحا، أما الشيخ الأزهري يميل عليه اللغة لأنه عالم لغويات. نعم، قال الإطباق الإيه؟ الالتصاق. سميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها، والانفتاح لغة الافتراق، ده اللغوي. سميت حروفه منفتحة لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها، يعني لو جينا ما عدا عن الأربعة دي تلاقي فيه انفراد بين الايه؟ بين الحنك وبين اللسان. واعلم، والكلام موصول للشيخ، واعلم أن حروف الاستعلاء أقوى الحروف، حروف الاستعلاء أقوى الحروف وأقواها حروف الإطباق، ومن ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة. يعني حروف الاستعلاء دي، حروف الايه؟ الاستعلاء والإطباق دي محال إن حرف منها ايه؟ ولذلك عند هاء التأنيث، إمالة هاء التأنيث اللي هي ايه؟ وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها يمال الكساء غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضى، ده على القول الايه؟ القول اللي قال فيه يمتنع إمالة هاء الايه؟ هاء التأنيث على هذا. نعم، الاستعلاء والإطباق، هنرجع تاني. الاستعلاء صفة تحسين ما تتغيرش، يعني عملية ايه؟ استعلى اللسان، شكل بيتغير كده، صفة تحسين، تحسين للحروف. اما الإطباق صفة تغيير. فاكرين انا قلت لكم تقريبا في الـ 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 الاسبوع الماضي في ايه الكلام الذي قاله الامام ابن الجزري، وخلص انفتاح محظورا، وخلص انفتاح محظورا عصى خوف اشتباهه بمحذورا عسى. ليه؟ يبقى العكس، وخلص انفتاح، نعم دي المنفتحة، نعم، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. إن عذاب ربك كان محذورا وما كان عطاء ربك محظورا. لاحظ معي، إن لم تخلص هذا من ذاك هيبقى محذورا زيها، وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا بس غاية ما فيها ممكن تكون أنت تخنت الذال شوي، إنما هي محظور عند الحرف فيه استعلاء وفيه إيه؟ إطباق، مش كده ولا ايه؟ الذال في محذورة لا فيها استعلاء ولا فيها ايه؟ ما هو قالوا اذا فقدت الطاء صفتي الاستعلاء والاطباق صارت ايه؟ ذالا. اذ اظ اظ اذ اظ اذ، طب اذ اداها استعلاء خلاص؟ خوف اشتباهه بمحظورا، يبقى عندي ايه؟ الاستعلاء صفة تحسين اللي هو ارتفاع الايه؟ ارتفاع اللسان او ارتفاع مؤخرة اللسان. اما الاطباق صفة ايه؟ صفة تمييز وتأثير، يعني له تأثير على الايه؟ على تغيير المعنى، يعني يغير، يميز حرف من ايه؟ عن حرف. نعم، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. الإذلاق
والإصمات. خلي بالكم هناك إيه، إحنا قلنا ناخد الضد، صفاتها جهر وارخ مستفل منفاتح مصماطات والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ آجد قاط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. يبقى الإذلاق يرجع لآخر شيء مذكور هناك اللي هو إيه؟ صفاتها جهر ورخو مستفل منفاتح مصماطة بس. هدي خد ده وصد ده ودي لده، انتبهين معي. يبقى الايه؟ الاذلاق ضد الايه؟ الاصمات، والاصمات ضد الاذلاق. خلي بالكم الصفتين دولة ما لهمش دخل بعلم التجويد، تصوروا لا علاقة لهما بالتجويد. ولذلك الامام الشاطبي لم يذكر في باب الصفات الايه لا الاصمات ولا الإذلاق، لأن دي مسألة أنتوا حتى لما تسمعوا الكلام، الكلام الآن اللي هو وارد فيها، قال طب إيه دخلها في التجويد؟ خلاصة المسألة دي إن الحروف المذلقة هم كام؟ فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والإيه؟ لب، كام دولة؟ ستة. خلينا قبل ما نقرأ الإيه؟ الكلام نقولها. الحروف دي معنى الذلق، وبرضو هناخد كلام أسيادنا العلماء، الحتة الأخرانية الطرف، الطرف أدي معنى الايه؟ الذلق، ماشي؟ ده في الايه؟ في اللغة. طيب في الاصطلاح قالوا الحروف احنا عندنا ستة، هم ما في كلمة في لغة العرب تزيد على أربعة أحرف، أربعة أو خمسة أحرف في لغة العرب إلا وفيها حرف من الحروف المذلقة. يعني احنا خدنا ستة من 28، من 29، الباقي كام؟ 23. ما تنفعش تكون من 23 حرف دولة رباعي أو خماسي من لغة العرب، لازم تدخلوا إيه؟ حرف من الحروف الإذلاق. وقالوا الإذلاق ده الحاجة المريحة الخفيفة الحلوة، وهم فعلا الحروف دي عندنا ثلاثة من ذلق اللسان وثلاثة من ذلق الشفة، مش إحنا قلنا الذلق الطرف، فر من لب الفاء أف، بخل بالك أف يبقى ذلق الإيه؟ طيب فر أر ذلق الإيه؟ اللسان، فر من أم، طيب التاني اللي بعد منها إيه؟ أن ذلق الإيه؟ طيب اللي بفضل إيه؟ لب ال، طيب الباء أب، بس ثلاثة من ذلق الايه؟ الشفة، وثلاثة من ذلق الايه؟ اللسان. طب انا مالي ومال الكلام ده؟ ايه دخله في التجويد؟ التجويد ده انا علمني اصف الحرف، حطوها العلماء وذكرت، ولكن الكثير من علماء التجويد لم يذكر حروف الاذلاق والاصمات. احنا عايزين نتعرف على الايه؟ الاطباق والاستعلاء والهمس، الحاجة اللي يخرج معاها النفس، الحاجة اللي بيمشي معاها الصوت، الحاجة اللي هذه الأشياء اللي من المفترض إن احنا نتمرن عليها في الإيه؟ في صفات الحروف. ناخد كلام الإيه؟ العلماء. قال الشيخ الإذلاق، يبقى الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليهم جميعا، وفر من لب احنا بنقراها ازاي في البيت؟
وفر من لب الحروف المذلقة. ما بنقرأهاش وفر من لب الحروف. قال الشيخ بحذف التنوين للوزن، أو بينبهنا وعشان يعلمنا نقرأ الإيه بحذف التنوين للوزن. واللب اللي هو الإيه العقل، اللب الإيه العقل، أي والحروف المذلقة بالذال المذلقة بالذال المعجمة ستة يجمعها لفظ فر من لب. يعني إيه فر من لب؟ هرب الجاهل من العاقل، أدي فر من لب هي عند الشيخ كده. فالمصمطة يبقى ستة دول، يبقى المصمطة كام؟ 23 حرفا، وهي أنا بقول هنا، أنا قلت لكم ترد علي وهي هنا، 23 حرفا وهي ما عدا هذه الستة. والذلق هيعرفنا الشيخ الذلق، الطرف الطرف سميت حروفه مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الايه ما احنا سائلينها الشفة، اي طرفيها. خلاص. والبعض عرف اللي هو الايه الذلق، قال لك ايه حدة اللسان وبلاغته. ده هيبقى معناها تعريف، ده ايه مش تعريف لغوي، هيبقى تعريف ايه تعريف اصطلاحي. الشيخ قال نعم، والإصمات من الصمت معروف مش كده، وليه الصمت اللي هو المنع. سميت حروفه مصمتة لأنها انتبه بقى للكلام ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة، مش بنات بنات اللي هو الحروف اللي الأصول الكلمة المكونة اللي مبنية من ايه من اربع حروف او خمسة احرف، اي ان كل كلمة على اربعة احرف او خمسة اصول لابد ان يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف الايه المذلقة. وانما فعلوا ذلك لخفتها فعادلوا بها الثقيلة، ولذلك قالوا إن عسجدا عسجد اسم للذهب أعجمي، كلمة أعجمية ما فيهاش حرف، ده هي رباعية اهي كلها من الحروف الايه المصمطة ما فيش فيها ايه نعم. وبرضو ايه الشيخ قال عسجد اسم للذهب لكونه ايه أعجمي، لكونه من بنات الأربعة وليس فيه حرف من المذلقة. زيها برضو كلمة ايه عسطوس، ايه عسطوس ده؟ قالوا اسم للشجر، اهو برضو ايه ما فيهوش حرف من الحروف الايه فر من ايه فر من لب. طب يبقى المذلق والمصمت دي مسألة لغوية بقى، مسألة ايه بس اتحشرت في موضوع الايه في باب التجويد. ده كلام مين؟ سيدنا الإمام زكريا الأنصاري، الإمام مكي. خدوا بقى الإيه الناس البعيدة بقى، طبعا زكريا الأنصاري فاكرين توفي سنة كام؟ ما تيجي وإحنا ماشيين كده نحفظ كام؟ ماشي صح 926 مش كده ولا إيه؟ 926 أو 625 على الخلاف. عاش 100 سنة هذا الرجل، وولد سنة 825. مكي بن أبي طالب اللي أنا هتكلم له ده يعرفوه بتوع القراءات 437، يعني العمر إيه بعيد، مسافة بعيدة. خد ناخد بقى إيه، وهو ده اللي بيسموه الإيه العلماء اللي التأصيل. يعني إيه التأصيل؟ لما تيجي تتكلم في مسألة، لما جيت أنا أتكلم في موضوع إيه الضاد والظاء، البحث اللي هو الأقوال الجالية في الضاد الضائية والضاد الطائية، ما جيش أقول الشيخ فلان واحد من القرن الـ14 ولا من القرن لا، المسألة تحتاج إلى تأصيل. ارجع إلى أول من تكلم فيه، أصل المسألة وارجع فيها وشوف كلام الإيه كلام المتقدمين. قال الشيخ
الحروف المصمتة والحروف المذلقة، فبهذين اللقبين لقب ابن دريد، وهو بيتكلم على اللي قبل منه كمان، لقب ابن دريد الحروف كلها. قال: ومعنى المصمتة على ما فسره الأخفش برض الثاني على الذي قبله، أنها حروف أصمتت أي منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها لاعتياصها، يعني بقت عصية شديدة، يعني لاعتياصها على اللسان. فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف، أعني على أكثر من ثلاثة أحرف حتى يكون معها غيرها من الحروف المذلقة، وذلك لاعتياصها وصعوبتها على اللسان. فمعنى المصمتة الممنوعة من أن تنفرد في كلمة طويلة من قولهم صمتا، إذا منع نفسه الإيه؟ الكلام، صمتا منع نفسه. ومعنى الحروف المذلقة على ما فسره الأخفش، وهذا الكلام في الرعاية المكي بن أبي طالب، أنها حروف عملها وخروجها من طرف اللسان وما يليه من الشفتين، وطرف كل شيء ذلقه، طرف كل شيء ذلق، ذلقه، وطرف كل شيء ذلقه، وسميت بذلك إذ هي من طرف اللسان وهو ذلقه، وهي أخف الحروف، أخف الحروف على اللسان، وأحسنها انشراحا وأكثرها امتزاجا بغيرها. أف أل أن أر، خد بالك من كلام الشيخ، لأن الشيخ ده قبل كده في الكلام، فاكرين لما كنا بنتكلم على باب المخارج، في باب المخارج وصف الحروف بطباع البشر، مننا كده الايه الجلف الشديد، ومننا الهين الهين اللين، فالحروف شبهها الشيخ بطباع الايه بطباع البشر. قال: وأكثرها امتزاجا بغيرها، وهي ستة أحرف، ثلاثة تخرج من الشفة ولا عمل للسان فيها، وهي الفاء والباء والميم، وثلاثة تخرج من أسلة اللسان، أسلة اللسان إلى مقدم الغار الأعلى اللي هي ال أن أر، خلاص، إلى مقدم الغار الأعلى، وهن الراء، الراء والنون واللام، يجمع الستة هجاء قولك فر من لب. يبقى كلمة فر من لب اللي ذكرها الإمام ابن الجزري ده، هو قرأت للشيخ أنا في كلام آخر، هو أخذها عمن تقدم، فر إيه من لب، دي فر من لب. فهذه الستة هي المذلقة والمصمتة، وهي ما عدا هذه الستة من الحروف، وهي 22، خدوا بالكم عد على 28، وهي 22 حرفا، ثلاثة منها معتلات وهن الواو والياء والهمزة، وتسعة عشر صحاح، والألف خارجة عن المذلقة والمصمتة. يبقى ده كلام جديد لإيه؟ لهذه المعلومة جديدة. يبقى الألف خارجة عن الإيه؟ المصمتة والمذلقة، لأنها هواء لا مستقر لها. الألف، وهي الألف نعرف إحنا نعمل لها اختبار دلوقتي، نعرف نعمل لها اختبار في المخارج، ما لأن ما لأن عشان نختبرها وليه؟ نعم، فيها أدي الألف بس، مش كده ولا إيه؟
فيها اللي في الآخر ده ها إلى الهواء إيه تنتهي اللي هي وخاصة الألف دي. نعم هواء لا مستقر لها في المخرج فلست تجد كلمة كثرت حروفها في كلام العرب إلا وفيها حرف من الحروف المذلقة الستة المذكورة أو الألف، ولا تنفرد المصمطة بكلمة تكثر حروفها فاعرف فاعرف هذا الأصل فإنه أصل مثقف رحمة الله عليه. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. يقول فاعرف هذا الأصل فإنه أصل مثقف لكلام العرب دال على حكمة الله جل ذكره في لغتها، منبه على أن في الحروف مستثقلا ومستخفا. الحروف فيها اللي دمه تقيل وفيها اللي دمه إيه اللي دمه إيه خفيف. ده كلام مين؟ طولنا في المذلقة. ده كلام الإمام الشيخ مكي رحمة الله عليه. وخلصت كده. يبقى عرفنا المذلقة إيه هو الإذلاق، كلمة باختصار شديد كده. والله يا أخواننا ده الإذلاق دي حروف ستة، والإصمات حروف ما بقي من الهجاء. مفيش كلمة عند أهل اللغة مكونة من أربع أحرف أصول ما يبقاش فيها حرف من المذلقة الستة دي. لو ما فيهاش حرف تبقى أصلها مش عربي، خلاص تبقى أصلها إيه مش عربي. إنما الأصول بتاعتها أربعة أو خمسة ما زاد، يبقى لابد أن يخفف المسألة، يخفف الجماعة التانيين دول، يقعد في وسطهم واحد يقول نكتة كده في وسط الإيه في وسط الجماعة التقال دول. نعم. ثم قال رحمة الله عليه صفيرها صاد وزاي سين، حروف الصفير نغلق عليها قوسين، حروف الصفير. قبل ما ناخد كلام العلماء ولا ناخد كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على طول، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال صفيرها أي حروف الصفير صاد مهملة. وخلي بالكوا الشيوخ زمان كانوا يهتموا بالأشياء دي، أصل الصاد لها أخت اللي هي إيه الضاد، وزاي وسين مهملة أصل لها أخت اللي هي مين الشين، سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. وفي الشيخ قال الطائر، الشيخ قال ايه يشبه صفير الايه أص أز أس. أصل هتقروا في الكتب واحد يقول لك ايه وأما الصاد فصوتها يشبه صوت الأوز، الوز يعني الفلاح منكم يعرف الايه الوز. طب واللي ما هوش فلاح؟ وبعدين أنا سمعت عن نفسي أنا فلاح، سمعت صوت الوز حقيقة، وأمي كانت بتربي وز، بس ما 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 ما, ما أتخيلش إن الوزة صوتها زي صوت الإيه الصاد. طيب ويقول لك إيه والإيه والسين يشبه صوت الجراد. يا نهار أبيض ده أنا معنى كده أس، وأنا دلوقتي حتى ده الجراد أشوفه إنما ما أسمعش صوته، يعني مين يسجل؟ سجل للجراد. والزاي يشبه صوت النحل. ماشي دي معقولة، إنما بتاعت الوزة أنا سمعت الوزة حقيقة، سمعت الوز والجراد ما سمعتوش، بس اللي أقول اللي أعرفه صوت الوزة مش زي صوت القص. طب الفلاح منكم، والفلاح منكم عمره سمع صوت الوزة بتقول قص؟ لا مش صوتها كده. يبقى احنا عندنا الشيخ قال ايه يشبه صوت الطائر اي قص از اس، وسميها زي ما تسميها. ما هو ممكن فعلا يكون الراجل اللي كتب الكلام ده عمل مسجلات وسجل للحاجات دي وحظه سمع وزة
سمع وزة معينة صوتها ايه يصبح صوت الايه صوتها يصبح صوت الصاد. الشيخ قال يشبه صوت الطائر وفيها لأجل صفيرها قوة، لأن صفة الصفير من صفات الايه من صفات القوة، وأقواها في ذلك هيبقى حرف الايه شطرين الصاد للإطباق والاستعلاء، وتليها ها ازاي شطرة ازاي هتاخد صفات قوة. طيب ويليها ثم الايه ثم السين. ده كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه. الصفير ده أنا اتكلمت في المسألة دي في موضوع الايه التجويد، ايه سبب الصفرة دي؟ قال لك سبب الصفرة ضيق المخرج، بنضيق المخرج عند الايه عند خروج الصوت. اصل احنا عندنا خلي بالكو اي حرف كما قلنا هما ايه المادة المادة اللي بتصنع منها الصوت، هما ايه هواء واصطدام، مش كده ولا ايه؟ طب انا ما عنديش هنا اصطدام، عندي تضييق تضييق ضيق ليه؟ وعملية الصدام تمت ايه صفحتي الثنايا العليا، واتكلمت انا في ايه في ايه في هذه الايه يبقى بيندفع الهواء فوق ظهر الايه اللسان، ومع التضييق يحدث هذا الايه الصوت اللي هو بيعمل صفرة ده، لان انا ما عنديش ايه لا از ما حصل لم يحدث زي اق او اب او اب افلة، لا ده حتى دول كمان بيتسمى من حروف الايه الصاد والزاي والسين من حروف الايه الشديدة ولا المهموسة، شدة ولا الايه مهموسها فحثه شخص سكت، هتاخد هتاخد منها شيء اللي هو ايه اللي هو اص 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 جريان النفس وجريان الايه الصوت، از جريان النفس وجريان الايه الصوت، مش كده ولا ايه؟ لا از نعم از مش من الهمس، يبقى الايه از، وحتى من حروف الايه وليس من حروف الايه شديدها لفظ اجد قطن بكت، ما هوش من الحروف الايه الشده، ولكن جرى الصوت جرى الصوت ولم يجري الايه ولم يجري النفس، يبقى ايه اللي حصل تضييق مجرى المخرج، تضييق ايه مجرى الايه مجرى المخرج، ادي معنى ايه صفيرها صاد وزاي سين. كده بدانا نعد في الصفات الزائده على الايه على الخمسه، لان انا عندي ايه خمسه لها ضد، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ اجد قطن بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. ادي الايه الخمسة اللي لها ضد لها مقابل، اللي جاي ده كله الصفير ملوش ضد، يعني دي صفة زائدة. نعد بقى الزائد لهذا الحرف، اي حرف من الاحرف لابد ان يتوفر فيه كم صفة؟ الاول خمس صفات، ما زاد يبقى عد الصاد زاد فيها الصفير، الصاد والزاي والايه والسين على ما سبق. ثم قال قلقالة قطب جد، واللين ده كلام جاي كلام جاي، بس نعمل ايه هذه القوسين هنا، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالة قطب جد واللين، سيب لي اللين دي لان جاي لها كلام، بس اعمل لي ايه قلقالة قطب جد، بس قطب جد نعم ماشي قطب جد قطب جد. طيب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال قلقلة أي وحروف القلقلة، ويقال لها اللقلقة، قلقلة وإيه ولقلقة خمسة أحرف يجمعها لفظ
قطب جد بتخفيف الدال. الشيخ بينبهنا اهو، ما يجيش واحد يقرا البيت يقول ايه قلقالة قطب جد واللين اتكسر البيت. قطب جد بتخفيف الايه الدال. والقلقلة واللقلقة، الشيخ يقول والقلقلة واللقلقة لغة الحركة، سميت حروفها بذلك لأنها حين سكونها تقلقل وتلقلق عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية لما فيها من شدة الصوت الصاعد من الضغط دون غيرها من الحروف. طبعا القلقلة واللقلقة في حديث مش فاكر، في شرح من الشروح، حديث استدل بحديث لسيدنا علي رضي الله عنه اللي بيتكلم في القلقلة، بيقولوا ايه أقلقوا السيوف من غمدها. أقلقوا السيوف، هو ده واحد عمال يتكلم في القلقلة جاب لنا يعني معناتها ايه اللقلقة، يعني حركوها ما تسيبوهاش قاعدة في الايه في الايه في الغمد. أقلقوا السيوف من غمدها. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.